التمس البراءة ورفض الدعوة المدنية ودفع بعدم تواجد المتهم الثالث في أي صورة من صور المساهمة الأصلية أو التبعية للجرائم الواردة بأمر الإحالة، كما دفع بعدم وجود ثمة دليل للإدانة وفقا لما ورد بقائمة أدلة الثبوت المرفقة في أوراق الدعوة. ثالثا، دفع بتناقض أقوال المتهم الأول والثاني في الاعتراف المنسوب إليهما بتحقيقات النيابة العامة فيما يتعلق باقتراف المتهم الثالث والرابع. عذرا يا فندم، عذرا للدفاع الحاضر عنه. باقتراف المتهم الثالث والرابع بالواقعة تناقضا للصعفي على الملائمة والتوفيق بما يتأكد معه كذب رواية المتهم الأول والثاني بشأن اقتراف المتهم الثالث والرابع للواقع رفقتهما وصحة رواية المتهم الثالث والرابع لأن تواجدهما على مسرح الواقع تواجدا عرضيا ولم يكن هناك ثمة اتفاق بين المتهمين الأول والثاني على ارتكاب الواقعة. رابعا وأخيرا، عدم جدية التحريات فيما ورد بشأن المتهم الثالث والرابع لاعتباقها أقوال المتهم الأول والثاني بشأن ما أوراه عن اقتراف المتهم الثالث والرابع للواقع وثبوت كذب مجريها ومجري الضبط فيما نسبه للمتهم من اعطاء مبلغ 20,000 جنيه من حصيلة المبلغ الذي اختص به المتهم من السرقة، وقدم اقرارا موثقا بالشهر العقاري ثابت به ان رواية مجري التحريات فيما يتعلق بما تم اثباته غير صحيحة، وقدم حافظة مستندات. فيما يتعلق بما تم إثباته غير صحيح، وقدم حافظة مستندات ثابت بها الإقرار المنوه عنه، كما قدم
حافظة أخرى. ثابت بها صورة ضوئية من المحضر الذي نسبه للمتهم الثالث السيد مجري الضبط بأنه من سوابق المتهم جنحة السرقة، لأن المحضر لم يكن سرقة سيارة، لأن المحضر لم يكن موضوع سوى مخالفات مرورية بشأن سيارة كان قد ابتاعها لشخص ثابت بالمحضر اسمه عمرو، وقام بتحرير توكيل موثق للبيع الشهر العقاري مثبت في هذه الأوراق وإقرار استلام من السيارة سابق على تاريخ محضر تحرير هذه الواقعة. على تحرير محضر الواقعة المثبتة بالمحضر في الحافظة، مما يؤكد بأن السيارة كانت في حيازة من شراها وقت تحرير المحضر ولم تكن حتى في حيازة المتهم. صاحب المعالي السيد الرئيس، أصحاب المعالي السادة المستشارين الأمنية، تسمح لعدالة المحكمة رفعا جهد الدفاع فيما يتعلق بعرض وقائع القضية والأدلة المفسرة في قائمة الشهود، أنه قد جاور خاطري مقولة لأستاذنا الأستاذ الدكتور الفقيه رؤوف أبيد في كتابه بين الفلسفة العامة وفلسفة القانون، حيث قدم قائلا إن من أعظم أعمال الضمير هو عمل القاضي، فمن غيره ينتزع الحق انتزاعا من بين براثن الأوهام، ومن يحمي النور من جحافل الظلم والإرهاب. ثم اختتم قائلا ألا اللهم هل بلغت، اللهم هل. وباطلاع الدفاع على الواقع وما شطر به، ولن أزيد على ما أداه الزميلان الحاضران عن المتهم الأول والثاني، إلا أنه فيما يتعلق بالمركز القانوني وتغيره بالنسبة للمتهم الثالث والرابع، وعذرا أنني اضطراب المركزين للمتهم الثالث والرابع جعلني أقول المتهم الرابع الثالث والرابع مع بعض، مع احتفاظ الأستاذ زميل حاضر عن الدفاع على المتهم الرابع بحقية الدفاع. ما ورد في قائمة الشهود المرفقة في أوراق الجناية بعد أن عدتها النيابة العامة وأحالتنا بأمر الإحالة، لا يوجد ما يشهد من قريب أو بعيد في أدلة الثبوت خاطبة المجني عليهما الذي وقع عليهما الاحتجاز والقبض. صاحب الشركة شاهد إثبات السلب، شاهد إثبات الرابع والخامس أميني الشرطة اللذان كانا يقفان يمارسان أعمال الأمن حينما قيل لهم حينما أورايا بتحقيقات النيابة بأنهما علم بواقعة الثقة وراوى أقوالهما بتحقيقات النيابة العامة، وكذلك أيضا مجري التحريات الذي أورى فقط في تحرياته أن المتهم الثالث والرابع قد اقترف الواقعة رفقة المتهم الأول والثاني معتنقا أقوالهما، والذي سيوضحها الدفاع لاحقا في مرافعته هل هذه الأقوال تتكالب مع أدلة أو تسطح صحيحة تصح أن يقام عليها عماد حكم الإدانة أم لا. قدم أستاذ الدكتور محمود مصطفى فندم، وأنا لا أجيد لعد المحكمة وإن كنت أعتصم بدفاع لما أروي وأقول، ولا أجيد علم المحكمة التي أتعلم الدفاع منها ولا رؤيتها التي يحترمها الدفاع الإسلامي، أن إثبات المواد الجنائية وما اتفقت عليه أحكام قضائكم المبجل وأحكام محكمتنا العليا هو إقامة الدليل على ثبوت حدوث الواقع وإقامة الدليل على صحة إثباتها للمتهم، أي أن هناك عنصرين في هذا الإثبات. الأول إذا سلمنا بحدوث الواقعة على نحو ما رويت به، وإن كان قد اختلف بشأنها في كيفية حدوثها ومن اشترك فيها،
إلا أننا نسلم بأن هناك واقعة بالسرقة فقط حدثت في الشركة محل الاتهام، إلا أنه فيما يتعلق بالإثبات على النحو الذي رأيناه ما رأينا أي من أدلة الثبوت الواردة في قارنة أدلة الثبوت تشير من قريب أو بعيد إلى المتهم الثالث والرابع بأنهما كان من ضمن من افترقوا الجريمة. لا تعرف عليهما المبني عليه بتحقيقات النيابة لم يثبت هذا التعرض كعرض أو لم يعرضه، فإن الجريمة حصل عنهما لن نستجلب ذلك ولن نفترضه. وقيل بأن هناك متهم الثالث والرابع، هل نحن المتهم الثالث والرابع الذي يمكن القطع وأحكامكم تبنى على الجزم واليقين؟ وأورد قرآننا المجيد بقالته في سورة النجم الآية 27 فلدم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقد علمتنا أحكامكم بأن المحكمة كامل السلطات في تقدير الدليل المطروح على بساط بحثها، فلها أن تعمله قبل المتهم وتحصره قبل آخر. هذا ما تعلمناه من قضائكم المنجز، لأن أدلة الثبوت الواردة لم يكن بها ما يشير إلى اقتراف المتهم الثالث والرابع للجرائم قاطبة الواردة بأمر الإحالة. هذا قولا واحدا لا تزيد فيه. حتى كاميرات التصوير فيما أتت بصور المتهمين لم يثبت من خلال فحص الصور اقتراب الصور المستخرجة من الكاميرا بأشباه المتهم الثالث والرابع. وإن كنا نقرر بتواجدنا على مسرح الواقعة لن ننفيه، لأنه كان توازنا عربيا حسب ما أورى المتهم الثالث والرابع بالتحقيقات، لأنهما حينما حضر إلى المكان على حسب التغرير الذي تم به لهما وقد حضر وجد أن للواقعة صورة أخرى غير مسألة حضور لمشكلة نسب مع المتهم الأول ثم وجدوها المتهم الثاني ثم وجدوا المشكلة مع المتهم الثالث حينما استقل السيارة تجاه مقر الواقعة وهو الشركة، فعلموا بأن المشكلة مع نسب المتهم الإسلام. قالوا صاحبنا السلم فوجدنا أن حينما خلق الباب فتح لنا اثنين أطمري البشرة سودانيين، فلما دخل وجد المتهم الأول يسألون عن الجوازات والباسبور و ثم بدأت الإجراءات تنحو نحو آخر خلاف ما صور لهما، فقام بمغادرة المكان على النحو الذي أوريه. إذن ما جاء بأدلة الثبوت الواردة ليس فيه ما يشير من قريب أو بعيد إلى ثبوت التهمة أو التهم الواردة بأمر الإحالة ثبوتا يقينيا قبل أي من المتهمين يستنشر. هذا بالنسبة للدليل وما يتعلق به. بالنسبة للوقائع وما أتى، لا بد أن نتعرض بالطبع لأقوال المتهم الأول والثاني. هذين شاهدين إثبات في حقيقتهما على المتهم الثالث والرابع، وإن كانت شهادتهما تؤخذ على سبيل الاستدلال لأنه ما علمنا قضاءكم المجدل بأنه لن يتقدم حيث يعني، وبالتالي أتت هذه الشهادة على سبيل الاستدلال. ما قيمة هذه الشهادة في الإثبات كما علمنا قضاؤنا؟ أنه لا بد أن يؤهرها من الأوراق دليلا يؤكد ويتضافر مع هذه الشهادة حتى يمكن التعويل عليها في الجدال. أما إن أتت مفردة تعامل كمعاملة السحريان، إن أتت مفردة لا دليل يؤهرها لا قيمة لها. ما قيمة هذه الشهادة الاستدلالية في حقيقتها؟ وهي إقرار المتهم الثالث الأول والثاني على اعتراف المتهم الثالث والرابع لهما في الواقع. دخولا إليها وجد الدفاع برؤية متواضعة أمام محكمة موقرة التي يتعلم منها، والتي علمنا قضاؤنا الجليل بأن للمحكمة كامل السلطات استخراج الصورة الحقيقية من الواقع غير مقيدة بما ورد بأمر الإحالة وغير مقيدة بما ورد على لسان المتهمين وشهود الإثبات وغير مقيدة حتى بما يطرح بمحضر الجلسة من أقوال الدفاع. هذا الأمر كله ملاكه ويقينه وجدان المحكمة الطرف. إذا كان استخلاص الصورة الحقيقية الواقعة وملاك المحكمة، فالدفاع لا بد أن يوضح كيف يمكن استخلاص صورة للواقعة تثبت إناحة المتهم الثالث والرابع من خلال شط عناصر الدعوة التي طرحت على مطرحها. بالنسبة للمتهم الأول والثاني، المتهم الأول إسلام دخولا إليه في صف 58 من تحقيقات الدائرة العامة، من الذي سؤال في منتصف الصف، من الذي أشرك المتهم الثالث والرابع محمد حسن وسامح النجار في الواقع؟ السؤال وجه للمتهم الأول إسلام نادي، قال من أشركهما هو المتهم. هل
حدد لك المتهم أثناء من سيشترك في اقتراف الواقعة؟ قال لا. كيف تم التقابل مع أنت والمتهم الأول والمتهم الثاني مع باقي المتهمين؟ قال أليس مع حكم بتاع خمسة؟ ثم تقابلت مع سامح النجار ومحمد حسن المتهم الثالث الساعة الثالثة والنصف. هذا في صف 9:30 لابد من التحقيقات النهائية. طب وقرر الدفاع بعد إذن عليك رشا. وقرر الدفاع في صف 58 و59 من التحقيقات من رواية المتهم الأول ما يؤكد عدم علم المتهم الثالث والرابع بالواقعة أو بمضمونها حتى استقلالهما للاتجاه لمحل الواقعة. قال فندم 6:30 ثم استقلوا الطيار. قال وما الحوار الذي دار بينهم وبين جميع المتهمين بين حسن وبينهم؟ قال حسن عنده خلفية عن الموضوع لكن سامح ومحمد حسن راشد طلبوا الجلوس مع هيثم بن. قال له وما الحوار الذي تم بينهما؟ قال انا ما سمعتش حاجه لان في الحقيقه انا كنت بره العرض. معنى ذلك انه على فرض صحه الروايه التي اتت بتحقيقات النيابه العامه. ويقول الدفاع دائما انني اقول على فرض صحه الروايه بالنسبه لهما لا حتى لا يتبادر الى الذهن لان الدفاع يلقي بالتهمه على من اعترفوا على محكمته. وان كان هذا ليس امري فهو امر المحكمه وملكها بالطبع، ولكن دفاعي يقتضي ذلك. من جاء بنا الى التهمه فلا بد ان نرد عليه بواقع اقواله اذا ما كانت اقواله صحيحه ام لا. بينما في هذه الحاله ثبت ثبوتا يقينيا من خلال اقرار المتهم الاول واعترافه، وان صح اننا اخذناها اعترافا لا بد ان ناخذ ما ينفي او ما لا يتلائم من اقواله مع الادله في اتساقها في مبدا اتساقها وتضافرها وتضامنها في مبدا تفاند الادله الذي تعلمونه في احكامه. لا. حينما ينتهي الى ذلك فاننا قد وصلنا الى نتيجة بانه حال الساعة 6:30 والواقعة الساعة 8 اي قبل الواقعة بساعة ونصف وقبل استقلال السيارة في محل الواقعة بالفعل حسب رواية المتهم الثالث والرابع الذين اكد هذه الرواية والذي يتفارد معه هذه الاقوال من المتهم الاول في صحة روايتهما لانهما قد اتى على غمة من أمرهما إلى حيث محل الواقعة للقول بأن هناك مشكلة مع أطهار المتهم الثاني حسن، ثم بعد ذلك اكتشفوا في السيارة أن الواقعة مع أطهار المتهم الأول إسلام. وحينما صعد إلى العمارة حتى لا نزيد ولا نكرر قام بالطرق فوجدوا أن الأمر مختلف عما صور لهما وقام بأخذ بعضهما والنزول حسب ما حصل. إذن تناقض رواية ثبوت هذه الرواية في 58 من المتهم الأول إسلام المعترف حسب ما ورد بالتحقيقات كانت تؤكد انتفاء علم هذا المتهم ولا الثالث والرابع ولا اتفاق لهما ولا اقتراف لثمة صورة من صور المساهمة الأصلية أو التبعية حسب ما هو ثابت بالأول. ما يؤكد ذلك وبجلاء إن هناك تناقضا بين أقوال الشهود. لا شك أننا تعلمنا في أحكامكم وفي إحرار عدالتكم بأن هذا التناقض لا يستعصي على الملائمة والتوقيف. يمكن للمحكمة استقراص الشورى الحقيقي والأخذ بأقوال الشاهد كما علمتنا أحكامكم بعضها وطرح بعضها الآخر أو كلها ورد عفوا لكم عذر أو أخذ بعضها أو طرح بعضها على حسب ما ترأى للمحكمة. ولكن هذا الأمر طبعا أمر موضوعي ملاكه المحكمة، وإن كان المحكمة يحدها بالطبع سلامة الاستنتاج وحسن محلها أي أن يكون هناك مقدمات تسدد إلى النتائج. هذا منطق القضاء الذي تعلمه الدفاع من أحكامكم المسطرة والتي نتعلم منها ما نقول. ما هي تناقضات هذه التي تستعصي على الملائمة والتوثيق؟ أولا حينما نرى أن حسن في أقواله في تحقيقات النيابة العامة يقول بأنه عرض الأمر على المتهم محمد فقال له أعطيه تليفون إسلام لا أتصل به فاتصل بإسلام فأخبره إسلام بالواقعة حسب ما أورد. ثم يقول بأن محمد عاود الاتصال به وقال لي بأن الموضوع ده الكل ممكن ما فيش مشكلة ولا خطورة وحتى ممكن يسدد ديوننا
ونسدد المشاكل الماليه اللي عليها. هذه اطوال حد. ثم ياتي الاسلام في تحقيقات النيابه العامه يا فندم. ما هي علاقتك بالمستشار محمد كيف والمستشار سامح؟ انا ما اعرفهمش، انا ما عرفتهمش الا يوم الواقعه. اذا لم يكن هناك اتصال حسب ما اورى حسن من محمد بالمتهم اسلام حسب ما قرر. اذا هذه التناقضات في بدايه الدعوه وفي فكر الاتفاق الجنائي فيها حينما ترد بهذا الشكل، لا هذا يبرئ ساحه المتهم الثالث والرابع قولا واحدا ليس الا منظور الدفاع المتواضع بالطبع امام رؤيه المحكمه. ثانيا ايضا في التناقضات التي اتت انهما قال بان من قام حسن يقول بان من قام باحتجاز المتهم المبني عليهما الاول والثاني اللي هو محمد مكي، وهو معلش انا اعتقد ان هي بيلا عبد الله فندم على وزن الرئيس احمد بن بيلا، هم اما قال بيلا كتبها الكثير بيلا لان اللفظ الثاني اي اسم هو بيلا معلش لم يوجد الاسم. فبيلا عبد الله حينما يقول بان من قاموا باحتجازه حسب ما قرر حسن اللي قام باحتجازه هو اسلام ومحمد حسن، ده حسب رواية حسن في التحقيقات اللي قال احتجز بيلا واحتجز محمد مكي، واني اللي احتجز عضو سامح احتجز، واني اسلام قام بكلبشة المتهمين حسب ما قال، في حين انني ارى في اقوال اسلام في ذلك تناقضا اخرا ايضا حينما يقرر بان من قام بكلبشة المتهمين الثالث المجني عليهما هو المتهم سامح النجار محمد حسن ناصر. قال بان حسن قام بصرفهما بعد ان كان هما يضربانه باتعادلنا الى المرحاض. اي معنى ذلك انه قام باصطيادهما الى المرحاض على نحو ما اورى حسن، وانه كان يبعدهما عن الضرب والعنف الذي اوراه، وان من قام بالكلبشه والاحتجاز والقبض عليهما وتقييد حركتهما هو المتهم الثالث والرابع. اذا هذا تناقض ايضا في امر القبض والضرب وفي امر الكلبش المستخدم في التقييد. حينما يسأل حسن في تحقيقات النيابة العامة من أين أتوا بهذا الكلبش؟ يقول بإن إسلام أنا ما جبت من الشقة مالكش دعوة أنت بالموضوع ده. هذا ثابت أيضا في التحقيقات. في حين أن إسلام يقول بأن الكلبش كان مع محمد حسن مش معايا أنا، أنا ماليش دعوة بالموضوع ده. توجه الأسئلة في أيضا التناقض الثالث أيضا والرهيب في هذه التناقضات يا فندم، تناقضات لا يمكن أن تلتئم ولا يستوي معها الدليل قبل المسلم الثالث والرابع. بالنسبة للمبالغ التي قيل بأنه تم العثور عليها، يقول بأن سامح وجد كرتونة الفلوس في الأوضة ثم خرج بها، ثم يقول حسن بأن إسلام أتى بكيس به كتب، قام بتفريغ أو بإفراغ الكيس من الكتب ووضع النقود بداخلها لأن كان سامح حاططها في عبه، وكان طبعا عبه كبير وشكلها دايم فما ينفعش، فقام بوضعها إسلام والذي وضع النقود في الكيس وقام بأخذه. ثم يقول ايضا اسلام بقى في هذه الروايه لا ده سامح وجد الفلوس، واني حسن هو اللي قام بوضع هذه الفلوس او النقود في الكيس البلاستيكي واخذه. ما اتى من اقوال المجني عليهما الوارده في الاقوال بقائمه الشهود؟ المجني عليه محمد مكي تعرف على المتهم حسن والمتهم اسلام في 45 تحقيقات النيابة العامة فندم، تعرف على المتهم حسن وتعرف على المتهم الإسلام. بيلا عبد الله تعرض على تعرف على حسن وقال هو ده اللي كان بيكلمنا وبيقول لنا عضو صحيح، يعني هزيم عشان الموضوع يهدى. ولو شفت لحد كبير الكلام هعرفه حسب ما قال المجني عليهما في روايتنا بالتحقيقات. إذا من كل ذلك لا يمكن للواقعة إلا أن تستقيم صورتها. ما الذي رآه المجني عليهما أو ما الذي رآه المجني عليهما على مصر الواقعة تحديدا؟ هما اثنين من المتهمين حسب رواية التحقيقات أقول ليس إلا الأول والثاني. لم تثبت لرؤيتهما للمتهم الثالث والرابع، ولم يثبت أن قرر أي منهما بدور للمتهم الثالث والرابع في هذه الواقعة. إذا هم قرروا بأن من قام بالاحتجاز هو حسن ومن قام بالكلبش هو اسلام. هذه روايه المجني عليهما الثابته للتحقيق. بقى في اخر حاجه استحالات يا فندم اتكلم فيها.
أستسمح معي أستسمح التحريات إذا أصبحت الواقع على هذا المعنى خالية من أي دليل يقيني كما علمتنا أحكامكم خلال المستقبل الثالث والرابع يمكن الاستناد إليه وأن التحريات التي أتت قد احتنقت أقوال المتهم الأول والثاني فيما أورداه عن المتهم الثالث والرابع وأن أحكامكم الجنائية قد علمتنا وفي علوم أحكامها بأن التحريات ما هي إلا تعبير عن رأي بها يحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان حتى يكشف عن مصادره التي اتقى بها التحريات حتى يكشف عن مصادره التي اتقى منها التحريات لماذا؟ حتى تفرض المحكمة كامل سلطانها على الدليل من حيث انتاجيائه الدعوة وصحته وبطلانه وصدقه وكذبه لماذا؟ لأن أحكامكم قد علمتنا بأن المحكمة حينما تبني حكمها تبنيه على ما تستقرصه من شتى عناصر الواقعة المطروحة عليها على بساط بحث الدعوة لا يشاركها في هذا الاستخلاص والاستنتاج رأي لسواها ولذلك كانت تحريات المباحث كما علمنا قضاءكم المبجل ما هي إلا أقوال أو قرينة لا ترقى إلى أن تحمل حكم الإدانة إلا وأن يعززها دليل بالأوراق وما طرحناه كما تفضلتم عدالتكم بسماعنا وصرفنا بالمسؤول أمام هيئتكم المقرة لأنه من الأدلة في المواد الجنائية كما علمتنا الأحكام أخيرا ضمائم متساندة ومنها جميعا طبعا يعني نفس الدفاع أنا والله فأنتم أشكر لعدالتكم حكم الساعة كل مصرح بالرأس ونفق في عدل المحكمة وما ندعوه والله إلى أن يصل بحكمكم الله سبحانه وتعالى يلهمكم الحق والبصيرة في هذه الدعوة وإنا لراضون بقضائكم المبجل فاقضوا بما أنتم به قاضون فإن لقضائكم مطمئنون أصل العدالة مطمئنون شكرا جزيلا.